يعني هذا آخر مثال زين. الشعبة الشعبة باء يعني شوية بتقدم معكم. chapter 5 transmission media. The transmission medium أو media اللي عندنا مثل ما تلاحظون على هذا الشكل، وتعلمنا إنه بالفيزيكال لاير عندنا حيكون الإرسال إلى الجهاز إلى destination إلى destination، ولكن عرفنا نفس الوقت إنه أكفد وسط ناقل، وهذا وسط ناقل ممكن يكون كيبل أو ممكن يكون air. زين. الترانسميشن ميديا ينقسم إلى عدة أنواع، أو العفو إلى نوعين، هو الجايدد والانجايدد. الجايدد من اسمه يعني هذا الواير الموجه، يعني الإشارة مثلا بترسلها بالواير يسموها جايدد. والانجايدد وايرلس، طبعا هذا انجايدد وايرلس، ان الإشارة مترسل من الترانسميتر تروح عدة اتجاهات لحد ما توصل يعني للريسيفر، فاحنا نسميه هذا شنو؟ الانجايدد، الغير موجه. اذا عندنا الترانسميشن ميديا ميديم، عندنا جايدد الموجه اللي هو الواير، وعندنا انجايدد وايرلس. الجايدد واير من اسمه الموجه هم ينقسم الى عده انواع، الانواع او ثلاث انواع اللي هي توستد بير كيبل. عندنا الكيبلات يعني الملتوي، خلينا نقول مثلا يعني الزوج الملتوي، خلينا نقول ترجمتها الزوج الكيبل، الزوج او قابل الزوج الملتوي. وعندنا كوكسيل كيبل والكيبل الكوكسيل. طبعا هذا التويست بير مثل ما تلاحظوا عندكم بالاثرنت كيبل، يعني مثل ما تلاحظوا حتى بال التليفون واير، تليفون واير حتشوفون توستد بير، يعني وايرين ملتوية مع بعضها، أو هتلقون أربع أزواج من وايرات ملتوية مع بعضها، يعني واحد لاحظها بالإنترنت كيبل اللي هي مجموع كل الوايرات من وايرات. زين، اللي عندنا كوكسيل كيبل، طلاب تسمعوني مو؟ ماكو مشكلة بالنت؟ واضح. يلا واضح. زين. وعندنا كوكسيل كيبل، كوكسي كيبل هو مثل الـ RF كيبل، يعني من شلون الواير مال التلفزيون والساتلايت المربوط بين الساتلايت من الـ LNB والريسيفر، هنلاحظ انه هذا نسميه كوكسيل كيبل. وعندنا فايبر او اوبتيكال فايبر او فايبر اوبتيك كيبل اللي هو الالياف الضوئية، يعني شايفيه او مش شايفيه معروف، بس احنا نقدر احنا هنا نشوف مثلا اوبتيكال فايبر فايبر. دكتور ماخذيه بالمنهج هذا الكورس قاعد ندرسه. نسمع في الساعة. نعم دكتور نسمعك. طلاب تشوفون هسه ماكو مشكلة؟ اي الاوبتيكال فايبر هذا مثل ما تلاحظون هنا عبارة عن الياف ضوئية، الياف الضوئية هنا هو وسط ناقل للموجات الضوئية، للموجات الضوئية. زين. وعندنا النوع الثاني الـ twisted pair cable. عندنا هذا أو خلينا نقول مثلا إيه pair، أو نقول مثلا pair. هذا عندكم من هنا مثل ما تلاحظون، قلت لكم عليه مثلا هذا هذا توستد، هذا الواير، هذا تلاحظون
توست وايه هذا، وهذا اللحظة مثلا بالكيبل مال الاثرنت او يسمى في الاثرنت هذا، او حتى مال التليفون هم تليفون يقدر نلاحظ احنا نلاحظ بس ب يعني في مثلا في بس مثل هذا مال التليفون. زين طلاب تسمعوني؟ زين نرجع طلاب التويستد بير كيبل كوكسل كيبل فايبر اوبتيك. زين جايدد ميديا، جايدد ميديا which are those that provide conductor from one device to another including twisted pair cable, coaxial cable and optical fiber or optic fiber optic cable. زين عندنا هنا specification، عندنا هنا specification للكيبل. فعندنا هنا نلاحظ مثلا طبعا شويه مشفته هنا العشرة هنا، يعني مثلا لقينا مثلا 10 مثلا هاي الكلمة مثلا البيز وعندي هنا أنا كي، فعندي هنا أنا أول الرقم هذا النمبر هو معناته إنه سرعة اللان سرعة الكيبل يتحملها هو هنا أنا 10 ميجا بت بير سكند. هنا البيز هنا معناته إنه الإشارة مالته هي بيز باند، الإشارة هي سيجنال مالتي هي بيز باند. وإذا لقينا هنا البرود فهم معناته انه برود باند، الاشاره مالتي هي برود باند سيجنال. وعندي هنا هنا انديكيتس تايب اوف ذا كيبل اند ماكسيمم لين، هنا يعطيني طول ايش قد طول الكيبل او طول التويستد كيبل. زين عندنا مثل ما تعرفون طلاب اوكي ماكو مشكله اوكي واضح بس هذا شيء بس. زين مثل ما تلاحظ هنا احنا نعرف انه مثلا اشاره مثلا يعني ديجيتال يعني ديجيتال سيجنال بيس باند هنا يعني قبل ما اذا اشاره قبل ما نسوي لها مثلا موديليشن ونصعدها بكارير فهاي احنا نسميها بيس باند سيجنال، ولكن بعد الموديليشن يعني بعد الموديليتر نلاحظ انه الاشاره تتحول الى برود باند سيجنال. وتعرفون هنا انه البيز باند سيجنال الاشاره هي تردداتها ما مشفته، يعني هي على الترد مالتها، يعني مثلا انه 4 كيلو مثلا فويس او مثلا 10 كيلو فويس يبقى هو 4 كيلو هرتز الفويس. ولكن بعد الموديليشن الاشاره حتشفت استنادا الى الكارير تردد الكارير، فاذا كان الكارير مالتي مثلا 10 ميجا الإشارة هي الفويس الأربع كيلو هيرتز الشفت إلى كارير تردد الكارير اللي هو 10 ميجا هيرتز. فنلاحظ هنا هذا الفرق إنه هذا الكيبل لأما إنه يشيل لك هذا الكيبل هو بيس باند سيجنال أو برود باند سيجنال. زين وهذا حنلاحظ مثل ما تلاحظ هذا الرسم هذا البرود باند سيجنال بعد المودم، يعني الكمبيوتر عادة يدز إشارة اللي هي unmodulated signal اللي هي بيس باند سيجنال، ولكن المودم يسوي لها موديليشن على مود نقدر نحدثها فور لونج ديستانس لمسافات جدا بعيده. كيبل سبيسيفيكيشن لاحظنا 10 بيس تي معناته سبيد اوف ترانسميشن 10 مثل ما قلت لكم 10 ميجا بت بير سكند، وعندنا هنا التايب مالته مال ترانسميشن هو بيس باند او نسميها ديجيتالي انتربريتد. ديجيتالي انتربريتد التي هو ستاندز فور توستد بير. اذا عندي هنا التي هنا هو من شنو هذا يعني كيبل هو توست، يعني قبل ما تفتح الكيبل حتلاحظ انه هذا هو توستد بير. طبعا توستد بير هو
جدا مفيد يعني توست بير، لان توست بير شو يسوينا هنا؟ توست بير يمنع الانترفيرنس، يمنع الانترفيرنس. وحنلاحظ مثلا انه كيبلات توست بير حنلاحظ بها شنو؟ بها شيل، يعني بها نلاحظ معنا شيل وكيبلات توستد على مود نسوي انترفيرنس ويا الكيبل اللي بصفه، يعني لان كل واحد كيبل مثل ما تلاحظون كل خط او كل بير من الخطوط هذول هو يحمل اشاره معينه، فعلى مود ما يسبب لنا انترفيرنس ويا الكيبل الاخر فاحنا نسوي لها هنا توستد نرويها هنا الكيبلات. وبنفس الوقت نحط له الكيبل كله يعني شيلد هنا في الدرع على مود ما يمنع خروج الموجات الكهرومغناطيسية من الكيبل، وبالتالي ما يسبب انترفيرنس ويا الكيبلات المجاورة إليه أو الأجهزة المجاورة إليه. طلاب الصوت واضح؟ ماكو مشكلة؟ واضح. الضار أنا من أحمل على الإنترنت شوية يعني من يعني مثلا اسرش في شيء شو يقطع، فخلينا هالشكل. زين عندي هنا انا ال مثلا عندي هنا انا 10 عندي بيس 5، يعني معناته انه هذا سرعه الارسال هو 10 ميجا بت بير سكند، ونوعيه مثل ما نوعيه الترانسميشن هي بيس باند، وعندي ال 5 هنا انا ريبريزنت او ستاند فور مثلا او ريبريزنت ذا كابابيلتي of the cable to allow the signal to travel for approximately 500 meters. إذا ال 5 هنا هو بس تضربه في 100، فمعناته انه يتحمل هذا ارسال اشاره الى اقصى حد لاقصى مسافه اللي هي 500 متر. فهنلاحظ هنا مثلا 10 10 base 2 معناته انه هذا 10 بت بير سكند ميجا بت بير سكند، والبيز هي بيز 1 سيجنال، وال2 هي 200 متر تضرب في 10 في 100، وحنلاحظ انه اقصى حد توصل الاشاره هي 200 متر، يعني الكيبل ما اقدر ازوده اكثر من 200 متر. عندنا هسه انشيلدد توستد بير اللي هي يو تي بي. هاي شنو انشيلدد؟ انه هذا الانشيلدد يعني معناته انه عندنا هنا ما بيها فويل، ما بيها شنو؟ ما بيها طلاب فويل، اللي هو هذا شنو؟ هذا عباره عن فد رقاقه من المعدن اللي هو اعتقد الالمنيوم، اللي هي تمنع تمنع الاشارات الخارجه من الكيبلات هنا، ونفس الوقت هي تحمي الاشارات هنا من الانترفيرنس، يعني اشارات الداخله من برا مثلا اذا اكو مثلا عندنا في الجهاز مثلا او سياره مثلا او اندكشن ماشين او في الجهاز اخر مثلا حثي يسوي بالسبارك مالته مثلا حيسبب لنا موجات يعني الكترومغنتكس او ماجنتيك فيلد. هاي هنا ايش حيسبب لنا هنا هذا الشلد؟ هذا الشيلد هنا او الشيلد حيسبب شنو؟ منع دخول الاشارات الغير مرغوبه الى التوست بير، الى التوست بير. زين انشيلد توست بير اليو تي بي از ا فور بير واير ميديا يوز ان ا فاريتي اوف نتورك. ايش اوف ذا 8 كوبر وايرز ان ذا يو تي بي كيبل از كفرد باي انسوليتنج ماتيريال. اذا حنلاحظ هنا انه هاي الكيبلات الموجوده توست بير عندي شنو طلاب؟ عندي هاي توست بير، عندي تسمعون طلاب مو؟ عندي هنا شنو يعني يخصصوها الوان مثلا، يعني مثلا عندي هنا مثلا هذا الزوج من الوايرات عندي مثلا برتقالي، الواير الثاني الويا يعني ملفوف هو حتلاقيه مثلا افتح شويه او مثلا مخطط بالبرتقال الاورنج، وكذلك الاخضر هم حتلاحظ مثلا انه اللون اخضر يعني والواير الاخر زوجي الثاني حنلاحظه هو عباره عن خطوط خضراء.
طبعا هذه الوايرات هنا هي مغطاة، يعني مادة عازلة، لأن هذا الواير هنا هذا سيم، ومغطاة يعني كوندكتر هنا ومغطاة مادة عازلة تمنع الشورت سيركت ويا الكيبل المصفى، وكذلك ويا بقية البيرات الموجودة هنا نفس الكيبل سيم. Each pair of wires is twisted around each other. طبعا مثل ما شرحنا كل واحد من الوايرات هو توستد ويا الاخر. This type of cable relies on the cancellation effect for the هذا مثل ما شرحت لكم هسه، هذا على انه يسببنا عدم يسببنا انه يعني to limit signal degradation caused by EMI and RFI، يعني الكترو يعني EMI هو electromagnetic interference، كذلك ال RFI هو radio frequency interference. يسببنا انه ما يسبب انحدار بالاشاره بسبب التدخلات الاشارات الكهرومغناطيسيه والراديويه الموجوده دار مدار الكيبل. زين، وبنفس الوقت طبعا هذا التوست كيبل ما يسببنا الكروس توك. الكروس توك بين ذا بيرز ان يو تي بي كيبل ذا نمبر اوف توستد ان ذا بير. عشان يا طلاب التوستد مثلا يمكن اعتقد يمكن اكو بعضكم ملحق عليها او ملحق انه سابقا تليفونات الارضيه كانت هناك مثلا تصير عندنا في حالات معينه، يعني مثلا واحد يتكلم مع شخص اخر ولكن هذا الشخص حيلاحظ وجود فالصوت بعيد كلش يحسه، يعني اذا مثلا سكت مثلا حيقدر مثلا يتنصب ويسمع انه هذا الشخص دا يتكلم. هذا احنا نسميها كروس توك، هذا تصير هاي الحالات يصير انترفيرنس ويا الكيبل بصفة المجاور الى الكيبلات مال التليفونات، هي عباره عن تظهر من كل بيت خط، وهذا الخط يروح من بيت الى ديستريبيوتر، وهذا الديستريبيوتر يلم الى كيبل كبير يجمع الخطوط، يعني مثلا خط فرع مثلا بمثلا في 50 بيت، هذا ال 50 بيت هيروح للديستريبيوتر، وهذا الديستريبيوتر 50 بيت يروح على كيبل واحد ب 50 زوج، يعني 50 زوج من هاي الوسط كيبل. فاذا اكو مشكله مثلا عامل الصيانه مثلا ما ربطها صح مثلا، او مثلا قريب على الفد واير، او مثلا ما ربطها مثل هاي الحاله او هذا الشكل، راح يصير هناك كروس توك، وهاي حاله مرات مستمره في بعض البيوت، يعني لسبب انه عامل الصيانه مثلا او التكنيشن مثلا ما قدر يرجعها، او مثلا عافها شيء على حالها از اتز ما غير مثلا، يعني سوى يعني مثلا جوين ويا كيبل اخر او عنده صيانه معينه ولكن ما ضبط الكيبل، يعني مثل حالته الاولى على من يمنع الانترفيرنس ويا الكيبلات المجاوره او التويست سبير المجاوره الى ال التويست سبير اللي يصير الاتصال من خلاله. زين، عندنا الشغل التويست بير الاس تي بي، طبعا هذا الاس تي بي مثل ما تلاحظون هنا الطلاب عندكم هنا هذا الجاكت، هذا الالتر جاكت، وعندي هنا اوفر او شيل، هذا هنا او شيل عندي هنا، وعندي هنا بير شيلد عندي هنا، هذا هنا وهذا توسس هذا التوسس كيبل، هذا هنا تلاحظون راح نلاحظ هنا بها شيلد مثل ما تلاحظون، بها شيلد نوع من الشيلد، عندي هنا الشيلد مال البير هذا هنا شير، وكذلك عندي هنا الشير شيلد مال الكيبل كله. يعني زين، لا لحد هنا احد عنده سؤال؟ الامور كلها واضحه؟ واضحه دكتور. زين، عندي هنا ال اس سي تي بي، هذا عندي هنا انه البيتش شيلز عندي ما حيكون موجود، يعني عندي بس الاوفر اول شيل مثل ما تلاحظون هنا، يعني يفرق عن الاس تي بي، هذا الفرق بين هذا الاس سي تي بي والاس تي بي. مثل ما تلاحظون شغله توست بير كيبل اس تي بي كومبايز ذا تكنيكس اوف شيلدينج كانسليشن اند توستينج اوف واير.
اذا هو الاس تي بي اجمعنا كل التقنيات مال شنو كانسليشن يسبب بيسبب انترفيرنس، يعني دائما الاشارات يكنسلها تجي ونفس الوقت يسوي التويستنج اوف وايرز. ايش بي طبعا عندي هنا طبعا كل زوج من الوايرات هنا، كل زوج من الوايرات هنا رابط ان ذا ميتاليك فويل. الميتاليك فويل هذا مثل ما قلت لكم انه هذا هنا هسه الاس تي بي، هذا هنا الميتاليك فويل. خلي وياكم هنا شوف وياكم شنو هذا الميتاليك فويل. اتمنى الانترنت ينقطع عندي. لاحظوا هذا الميتاليك فويل، يعني مرات شايفيه بالبيت مثلا يستخدموها بالاكل مثلا تغلفون بها الاكل، شايفيه طلاب؟ يعني مناديل المائده صح؟ لا ورقه الومنيوم. ورقه الومنيوم بالضبط هي هاي، او هاي حنلاحظها من موجوده هي هاي ميتاليك فويل موجود، وحتى هذا اللي تكون بالبيت مثلا نغلف فيه الاكل الحار هو مكتوب عليه فويل الومنيوم فويل، اللي هو يدي نفس الغرض، يعني ممكن احنا هذا نستخدمه لتحصين الاشاره يعني هنا. فحنلاحظ هنا انه الكيبلات هنا التويست بير هو مربوطه بالميتاليك ميتاليك فويل، وكذلك مربوط الكيبل كله من ميتاليك فويل. اوكي، ولكن هنا حنلاحظ انه الميتاليك فويل هو التويست بير ما موجوده، فقط موجود ميتاليك فويل للكيبل الجديد الكبير. طبعا هنا انا نيو هايبرد اوف ذا يو تي بي وذ تراديشنال اس تي بي سكرين يو تي بي يسموها سكرين او اس سي تي بي. وهذا هنا also known as foil twisted pair FTP. الدكتور يعني هذه تعتبر عوازل؟ ايه طبعا عوازل، هاي يعني تمنع ال DMI يعني تمنع الشراء. اي يعني اي بالضبط تسوي cancellation يعني effect، تحاول شو تسوي يعني تاثيرات يعني كانسليشن مال شنو كانسليشن مال اي ام اي وكذلك ال ار اف اي. اوكي زين، عندنا هنا انا طبعا هنا انا الاس سي كي بي از اسينشال يو تي بي رابت رابت ان ميتاليك فويل شيلد اور سكرين. هذا هنا مثل ما قلت لكم يعني ملفوف ال SCTP من ميتاليك فويل شيلد كل الكيبل كل الكيبل عدا ال توسس بير. زين، عندي يو تي بي عندنا نوعين من يو تي بي، اما اكو نوعين يعني شائعه هو الستريت ثرو كيبل. هذا الستريت يعني مثلا اللون مثلا متقطع مثلا الاورنج هو يروح يعني من تي اكس بوزيتيف يروح الى ار اكس بوزيتيف مال الريسيفر، وكذلك تي اكس ماينس هنا الاورنج يروح الى النمبر 2 همين الى ار اكس ماينس بالديستنيشن هوست. وحنلاحظ مثلا هو يسموه ستريت، ليش خطوط عدله؟ يعني هو الكيبل يروح كله خط عدل بدون ما يروح مثلا واحد الى اثنين، وبدون ما يروح واحد الا مثلا اي نمبر هنا موجود هنا بالديستنيشن هوست. فحنلاحظ مثلا الواحد رقم واحد اللون هذا يروح على رقم واحد اللون نفسه بالديستنيشن هوست. اليو تي بي كروس اوفر كيبل احنا نسميه هنا، هذا شنو معناته؟ انه مثلا النمبر 1 هنا وين يروح الى نمبر 3. اوكي حنلاحظ هنا النمبر 2 حنلاحظ هنا يروح الى نمبر 6، وحنلاحظ هنا نمبر 3 الى نمبر 1. اوكي مثل شو نمبر 1 الى نمبر 3؟ يعني تي اكس الى ار اكس الى نمبر 3 الى نمبر 1 بالعكس تنقلب الايه، وعندي نمبر 2 هنا ممكن نمبر 6 هنا حيث نمبر 6 يروح الى نمبر 2 والبقيه كلها عدله.
إذا أنا عندي بس ثلاثة خطوط هي تي إكس عندي العفو هنا أنا واحد أربعة عندي تي إكس بوزيتيف تي إكس ماينس وآر إكس بوزيتيف آر إكس ماينس حيسبيها كروس أوفر حيسبيها كروس أوفر وحنلاحظ هنا أنا هاي تحفظوا طلاب هنا يعني تي إكس 1 حيروح إلى هنا أنا النمبر 3 يعني يروح نمبر 3 آر إكس بوزيتيف إذا عندنا تي إكس إلى آر إكس طبعا بمناسبة طلاب دائما حطوه ببالكم يعني أكو مرات مثلا يعني طلاب جدة مثلا أو يعني أو المهندس الجديد مرات ميز عنده في حالة ربط مثلا بالكيبولات يتوقع يعني يفكر بباله في الشيء إنه تي إكس إلى تي إكس صح؟ يعني أول شغلة يفكر بها إنه تي إكس ويا تي إكس وهاي شيء خطأ طلاب ما يصير تربطون هالشيء يعني لاحظت أكو بعض المهندسين يعني اشتغلت وياهم مثلا جدة خاصة يربط لي تي إكس ويا تي إكس أقول زين شو تربط تي إكس اللي يقول لي مو هو تي إكس غير هو نفسه يفرح روح على تي إكس الثاني على مثل كونكشن أقول لا ما يصير التي إكس هنا أوكي يروح إلى الآر إكس أوكي يروح إلى الآر إكس هنا ما يصير التي إكس يروح إلى التي إكس يعني ما يصير إنها ترانسميتر أو تي إكس معناته إنها ترانسميتر يعني إشارة حترسل ما يصير تروح إلى إشارة لأن هذا حيرسل مثلا وهذا حيرسل يصير تضارب ما يصير خطأ فالتي إكس إنها ترانسميتر وين يروح؟ يروح إلى ريسيفر آر إكس وكذلك بالعكس التي إكس ماينس هنا يعني الخط الثاني خلينا نقول مثلا هو نفسه هذا البير طبعا البوزيتيف ماينس لأن الإشارة عندي هنا خلينا نقول مثلا علينا هو الإشارة مثل نقل هي لازم يكون فيها حار وبارد أو بوزيتيف ماينس وهذا هنا تي إكسات البوزيتيف ماينس يروح إلى الآر إكسات البوزيتيف ماينس مال الديستنيشن بوست وكذلك عندي هنا الآر إكس بوزيتيف والنيجاتيف مالتها هي 3 و 6 طبعا أما تروح إلى التي إكس مال الديستنيشن هوست لأن الديستنيشن هوست هم يرسل بس ما يرسل هنا على نفس هذا الخط هذا بس يستلم يرسل على خط آخر ويروح إلى الريسيفر مال السورس هوست صار صورة واضحة طلاب؟ زين دكتور هذه الألوان أساسية ثابتة؟ شو المريم بالله؟ الألوان هذه اللي مستخدمها مثلا الأورنج لازم يكون الـ TX موجب يروح للـ RX موجب لازم يكون أورنج ومثلا البلو لازم 4 إلى 4 يعني هاي الألوان ثابتة مثلا لو نقدر احنا نغيرها لا 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 هاي تحفظوها طلع هاي تحفظوها هنا الألوان ثابتة هي أرقامها يعني مثلا هاي تحفظوها أي هاي تحفظوها أنا أقول لكم ليش تحفظوها لأن هسه بعد الصفحات حتستفادون بالمعرفة ليش احنا نسويها الشكل هاي مو عشوائيا هاي الأمور ليس عشوائيا بس احنا نتعلمها هسه يعني مثل يعني يعني الألوان اللي ما مخطط الكهرباء الأزرق والأخضر وال هي الالوان بعد شوفي مريم الوان هي مو في المشكله يعني مثلا اقدر واحد مثلا يحط اللون هنا أنا مثلا يعجبك هنا هذا اللون حط اللون هنا اعتبره مال تي اكس بس 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 المفروض مثلا ابو مثلا البروفيشنال مثلا التكنيشن ما يسوي هالشكل البروفيشنال تكنيشن يعرف انه التي اكس التي اكس مثلا التي اكس بوزيتيف نيجاتيف مال الترانسميتر مال السورس هذا يربط ويا هذا يعني وهذا الازرق والاخضر يربط ويا يعني عنده مثلا خلينا نقول مثلا الالوان مثلا الاحمر البرتقالي هو تي اكس والبرتقالي مخطط هو تي اكس وعند الار اكس هو الاخضر والاخضر غامق يعني اخضر مخطط والاخضر يعني ساده كامل اوكي يعني مثلا لاحظ ان هذا عندكم هنا الوايرنج دايجرام هنا عندنا اقول لكم دامج اقول لكم ايثرنت كيبل هذا الجاك هذا ايثرنت كيبل مثل ما تلاحظون او ايثرنت يعني شكله هذا ايثرنت كيبل بي بنات طبعا من 1 الى 8 شوفوا هاي الالوان هنا الوان من 1 الى 8 وعندي هنا الوان مثل ما تلاحظون هنا أنا متسلسله يقدر اي واحد من عندكم مثلا يقدر يصمم مثلا من يحط هنا من الالوان مثلا ما يصير يحطه مثلا نمبر 1 هذا اللون هنا الاخضر مخطط ومقطع
يحطه هنا نمبر 2 او نمبر اي عشوائيا ما يصير. الاخضر يرجع انها البن الاول يروح الى البن الاول، والبن الثاني يروح الى البن الثاني. هاي في حاله الستريت، يعني في حاله انه هذا ستريت ثرو جيت. ولكن عندي بالكروس لا حاله حتفرق عندي بالكروس الحاله حتفرق، حيث عندي مثل هاي هنا الموجوده تكون بالشكل هذا. لماذا عندي هنا الستريت والكروس اوفر طبعا هنا كيبل؟ هنلاحظ شنو فائدته. اذا يو ستريت ثرو كيبلز فور ذا فلوينج كيبلينج، اذا هنستخدم هاي اول حاله مال وايرنج هنا اول حاله هذا ستريت ثرو كيبل، هنستخدمها في حاله سويتش تو راوتر. من اربط السويتش ويا الراوتر فاستخدم الحاله الاولى، السويتش تو بي سي اور سيرفر نفس الشيء، والهاب تو بي سي هم نفس الشيء سالفه. ولكن الكروس اوفر كيبل هيستخدم السويتش تو سويتش، السويتش تو هاب، راوتر تو راوتر، بي سي تو بي سي، وراوتر الى بي سي. يعني الكيبل، ولذلك تلاحظوا مثلا مرات اكو طلاب مثلا شو يسوي مثلا، او اكو بعض يعني الناس مثلا يعني خبرتهم بسيطه في الحاسبه يتوقع انه مثلا الكيبل مثلا المربوط بين الحاسبه والراوتر هو حيستخدم نفسه مربوط بين حاسب وحاسب، لذلك ما حيصير كونكشن. طلاب كونكشن ماكو. ليش كونكشن ماكو؟ لان مثل ما تلاحظون هذا المخطط مالته يفرق عن هذا المخطط مالته، وبالتالي حعرف انه اذا اربط حاسب ويا حاسبه لازم استخدم كروس اوفر، لازم افتح الكيبل مالته اقصه مثلا واير من هنا، وانا اسوي مثلا هذا حيروح الى نمبر 3 وهذا وهكذا اسوي حسب الدايجرام الموجوده هنا على هذا الشكل. وبالتالي حقدر اربط حاسب ويا حاسبه، اربط مثلا راوتر الى بي سي، راوتر تو راوتر. اوكي، وصار الصوره واضحه طلع؟ واضحه دكتور. اي، فعندكم لازم تحطون بالبيت مثلا نوعين من الكيبل اللي هو سترايت والكروس اوفر، على مود اذا تربطون مثلا نتوركينج حاسب يا حاسبه لازم تستخدمون كيبل او كروس اوفر. ولكن اذا عندكم مثلا من السويتش الى بي سي الى حاسبه او هاب الى بي سي تستخدمون سترايت ثرو كيبل. زين، ستريت اور كروس اوفر عندي هنا مثل ما تلاحظونها بالرسم، طبعا ممكن يجيكم بالامتحان طلاب، يعني انتوا لازم تعرفون هاي الامور كلها. شلون اسوي كيبلنج لهذا مثلا النيتورك، فلازم تعرفون. اقول لكم مثلا هذا شنو هذا؟ هذا رسم مثل المطلوب؟ نعم، يعني هذا رسم مثل المطلوب لو مخطط؟ لا لا، يعني هذا رسم، لا هذا رسم، يعني هذا مثال، مثال يعني مثلا اجيب لكم رسم اكتب عليه هذا سويتش، اكتب عليه هذا هاب، اكتب عليه هذا راوتر، اكتب هذا سيرفو، هذا بي سي، بي سيات هنا وراوتر، اقول لكم سووا كونكشن. فلازم انت مثلا يعني لازم تكتب انت مثلا انه او ما اقول لكم كونكشن، شو احط هنا علامه استفهام، هذا شنو هنا هذا الكيبورد مالته، تعرفون هذا كروس اوفر. اوكي، لان سويتش الى الهاب الى السويتش، يعني سويتش الى سويتش هاب، هذا اوكي ولا. ولكن عندي هنا مثلا هذا ستريت ثرو كيبلينج، راوتر الى مثلا بي سي الى السويتش الى الحاسب. اوكي، فلازم هذا الامور تعرفون انه الكيبلينج مالته تحفظوها. هاي مثلا يعني ما تحفظون انه هذا الكيبلينج، ما تحفظون الكيبلينج هنا، هتقدرون تعرفون شلون حيكون الكونكشن بين الهاب والسويتش والحاسبات. زين، عندي مثلا هنا انا حاسبه مثلا ويا سويتش او هاب، لاحظ شنو ستريت ثرو حاسبه، اقول لكم شنو هنا الطلاب يكون ستريت ثرو. مثلا عندكم راوتر الى سويتش ستريت ثرو كيبل. اوكي، ولكن عندي هاب سويتش الى هاب سويتش، شنو هو كروس اوفر؟ كروس اوفر كيبل، كروس اوفر كيبل، لأن سويتش تو سويتش. اوكي، سويتش تو سويتش، او حتى هاب، هاب تو هاب، يعني سويتش تو سويتش او هاب تو هاب هو كروس اوفر كيبل، كروس اوفر كيبل. زين، توستد بير ابلكيشنز عندنا موست كومون ميديم. طبعا هنلاحظ مثلا انه اكثر الاوساط، اكثر الاوساط الناقله
للكوميونيكيشن هو توست بير، يعني هنلاحظ هي وسط هيكون توست، ومثل ما قلت لكم على مود يمنع الانترفيرنس للاشارات المرغوبه، الاشارات المرغوبه. وكذلك يساوي بالتليفون نتورك مثل ما قلت لكم، تليفونات الشبكات، شبكات شبكه التليفون هي هذا النوع من الكيبل. Between house and local exchange، يعني between بين البيوت وكذلك البدالات المحليه، هنلاحظ انه هذا توست سبير موجود هذا الشيء. وكذلك من فور لوكال اريا نتورك اللان، هنلاحظ مثلا عم يستخدم النوعيتين او 10 ميجا بت بير سكند او 100 ميجا بت بير سكند، هو اثرنت، اثرنت مرات مثلا يعني مثل ما لاحظنا انه هذا هذا توست بير زين. الخصائص مالته البروبرتيز هو تشيب، رخيص طبعا، يعني سعر رخيص مو غالي، ايزي تو وورك، سهل سهل بالعمل، الملون التلوين يعني يعني مثلا الازرق، السدر مالته هو الازرق والاورنج والبراون والجرين، عندي هذا هنا كلها هذا السدر مالته. واللون، واللون الثاني هو عباره عن خط، يعني لون ساده واللون الثاني عباره عن خط موجود ويا كزوج. لو داتا رايت، لو داتا رايت ماكسيموم يوصل 100 ميجا بت بير سكند، يعني هو من 10 او دكتور بس الشاشه ما بعد انقطعت؟ انقطعت؟ لا موجوده، راح ارسم رجعت واضحه ماشي الامور طلاب. ترى بدون زحمة عليها تفضل حضورنا لأن نبدأ ينقطع ونرجع. خاف ينقطع فد مرة وبعد. يا شو تريدون هسه طلاب أحمد؟ خذ حضورنا دكتور. الحضور الحضور الحضور. خلي أخذ الحضور من فكرة. يا دكتور واضح. زين. عندي هسه ان الفيرست سبير الخصائص مالته هي انه هو تشيب ويزي تو ورك لو داتا رايت وعندي شورت رينج، هاي يعني مثل ما تلاحظون هاي الخصائص مالته زين. طبعا اليوتيوبي كاتيجوريز مالته انه طبعا هو كوبر كيبل، يعني كيبل نحاسي. البي كاتيجوريز يعني بي من كات 1 الى كات يعني 5 طبعا، يعني 1 2 اقصد 1 2 3 4 5. وكذلك عندي كات 5 بنوع اخر اللي يسموه اي، وكات وبي كات 6 وكات 6 اي وكات 7. اذا هاي الخصائص هسه المتعارف عليها مال اليو تي بي، وكل واحده طبعا بها فد بروبرتيز. مثلا كات 1 يعني حد 1 ميجا بت بير سكند، توست سبير طبعا، طبعا هذا اول تليفون كيبل، اذا هذا تليفونات قديمه كان كات نمبر 1، لان الماكسيموم توصل داتا ريت مالته 1 ميجا بت بير سكند. ولكن كات 2 هو لحد 4 ميجا بت بير سكند، هم توست سبير. عندي هنا توكنج رينج نتورك، اذا هذا توكنج رينج نتورك شبكات من رينج، اوكي، وهذا لحد 4 ميجا بت بير سكند. العشر كات 3 لحد 10 ميجا بت بير سكند، ونلاحظ مثلا ماكسيموم لينث هو 100 متر، ماكسيموم لينث هو 100 متر. طبعا نمبر 1 نمبر 2 مسافات هي اكثر من 100 متر هنا، يعني هاي يعني التليفونات تتراوح يعني توصل يعني اكثر من 500 متر كيلوات، كم كيلو يعني شكل تحمل يعني. لكن ماكسيموم لينث هنا أنا ما محددينها يعني، ولكن من التردد الزاد هنا المسافات هنا تغيرت، هنا خصائص مالتها تغيرت. فنلاحظ مثلا هنا 10 ميجا بت بير سكند صارت يعني 10 100 ميجا ماكسيموم كحد اقصى وهكذا. فهذا تيبل يعني مثل ما تلاحظون هو للاصناف اليو تي بي، ويعني حتى تعرفوا شنو معناته الكات، الرقم مالته وش يدل هذا الكات. زين عندي هنا انا الكوكسل كيبل، هسه نجي على الكوكسل كيبل بعد ما عرفنا التوست بير كيبل. عندنا الكوكسل كيبل، الكوكسل كيبل
عندنا هنا أنا مثل ما تلاحظون أنا عندي هنا بالشكل هنا كوكسل كيبل كوكسل كيبل كوكسل عندي هنا أنا عندي هذا كوكسل كيبل مثل ما تلاحظون هذا وانتم شايفينكم هنا أنا بالبيت الارف كيبل مربوط بين ال ال ام بي الساتلايت وبين الريسيفر يعني بين ال ام بي الدش مال الدش وكذا وبين شنو الريسيفر فحنلاحظ مثلا انه بلاستيك كفر او هذا بلاستيك كفر لونه اسود هذا طلاب تسمعوني ماكو مشكله؟ لا نسمع بلاستيك كيبل هذا او بلاستيك لون اسود عاده هو هذا اللون الاسود او الابيض وبي هنا الايزوليتر العوازل يعني هذا عازل عندي هنا عوازل موجوده عوازل هذا عازل هذا عازل هنا ما واضح هنا العازل هنا يمكن اكو نوع ثاني واضح العازل بس ما واضح وبيها الاوتر كوندكتر هذا الاوتر كوندكتر تلاحظون هذا هنا هذا لونه اصفر هذا اوتر كوندكتر او هذا على شكل ميش هنا اوتر كوندكتر وبيها ايزوليتر داخلي هذا داخلي هي ايزوليتر داخلي هذا تشوفون هذا ايزوليتر داخلي او هذا ايزوليتر داخلي وبها الانر كوندكتر الانر كوندكتر الموصل الداخلي اذا بها انر كوندكتر واوتر كوندكتر وبها عازل هنا ايزوليتر وبها هنا عازل ايزوليتر زين الكوكسل كيبل الكوكسل طبعا الكوكس هنا هذا هو هذا بالاحرى سنتر كور كوندكتر اوف سويل سوليد كوندكتر اوف سوليد اور سنتر طبعا هنا هذا شنو هذا دائما يصير سوليد هنا يعني مثل ما تلاحظون شكله يعني صح هنا هو مو سوليد هنا عباره عن ثريت مثل هنا على شكل شرط يعني اشرطه هنا بس عاده هو يكون هالشكل هذا الشكل هذا سنتر كور او هذا الشكل هيكون شنو او هذا تلاحظون سوليد هذا هيكون هنا شنو سوليد زين وهو من الكوبر طبعا طبعا الاوتر ميتاليك رابينج serves both as the shield against noise and as the second conductor. إذن يقول لك هذا الثاني هنا الأوتر هذا بنفس الوقت يعمل هو هم الشيلد طبعا لأنه ميش على شكل يعني شيلد بنفس الوقت هو حش حيكون at the same time هو هم second conductor لأن هذا first conductor هذا البوزيتيف خلينا نقول مثلا أو الحار وهذا النيجاتيف أو الماينس زين فعندنا هنا أنا مثل ما تلاحظون انتو اكيد هاي انتو فاميليار ويا هاي الكونكترات هذا شكلها تلاحظون هاي اشكالها البي ان سي هذا تسمى بالبي ان سي والموجود يمكن انت بالمختبر الاوسيلوسكوب تلاحظون انه البي ان سي كيبل شكله مثل هاي الاشكال الموجوده
عندكم بهاي الصفحة. زين. عندنا ال عندي 3 popular types of these connectors هو BNC connector و BNC T connector و BNC terminator. إذا أنا عندي هنا أنا BNC connector العادي هذا مثل ما تلاحظون هذا أقول BNC عادي BNC عادي يعني هذا شكله هذا شكله BNC عادي. وكذلك عندنا ال عندنا BNC T اللي هو هذا شكله هذا عندي تي هنا تلاحظون هذا الشكل تي هنا بي ان سي تي هذا بس عندي هذا بي ان سي تي هذا بي ان سي تي وعندنا ال بي ان سي ترمينيتر هذا هنا هذا هنا ترمينيتر مغلق ترمينيتر معناته شنو طلاب هنا بي ان سي شورت سيركت هنا يتحمل هذا 50 واط يعني هذا بتجي الاشاره هنا يعمل عمل ترمينيتر شلون اللود كانه عشان انها مقاومة مثلا لو شورت سيركت اوكي محل هذا هنا أنا هذا النوع الثالث بي ان سي ترمينيتر يستخدم بعض يعني خلينا نقول مثلا يعني انا اريد مثلا ال يعني كيبل مثلا اريد اسوي له مثلا يعني سبيل المثال يعني انا اريد اسوي لي مثلا شورت يعني عندي هنا أنا هذا هذا الكيبل اوكي وعندي هنا في شيء وانا اريد هنا شو اسوي؟ اسوي في تي اس عندي في الجهاز هنا تي اس هنا اريد اشوف هذا هنا ادز اشاره هنا طبعا هنا تيستر تيستر مال كيبل او كيبل تيستر كيبل تيستر ادز اشاره هنا طبعا ادز اشاره هنا شو احط هنا؟ احط بي ان سي ترمينيتر بي ان سي ترمينيتر حطنا بي ان سي ترمينيتر شو يسوي هذا؟ عباره عن شنو يتحمل لازم هنا ايش قد 50 واط كحد خلينا نقول اقصى مثلا هنا الماكسيموم مالته هو 50 واط فلازم الاشاره هنا اضم يعني الرينج مالتها الرينج مالت الاشاره هي يعني 10 واط خلينا نقول مثلا 10 واط 10 واط ماكسيموم فادز الاشاره 10 واط تقريبا تنعكس عندي الاشاره هنا واعرف هنا خصائص الكيبل او المشاكل الموجوده في الكيبل تستخدم عادة للبروفيشنال او مثلا تكنيشن اذا يريد يسوون تشيكينج للكيبل زين بس عموما طلع ماكو مشكله نعم دكتور واضحه دكتور زين عندي هنا كوكس كيبل ابلكيشنز تلفزيون ديستريبيوشن مثل ما قلت لكم بالتلفزيون اريال تو تي في كيبل تي في يعني اريال من اريال اريال يعني يقصد هنا الانتنا طلاب يعني عاده الاريال مكتوبه خطا ولا انا مكتوبه ما بعرف المهم اريال تو تي في او الانتنا تو تي في كيبل تي في طبعا لونج ديستنس تليفون ترانسميشن عندي هنا اذا هو تلفزيون ديستريبيوشن لونج ديستنس تليفون ترانسميشن ات كان كاري لحدتين 1000 voice calls at the same time. وبعدين هنا being replaced by the optical fiber. اوكي يعني ممكن انه احنا نبدل بالاوبتيكال يعني ممكن تبديلها بالاوبتيكال فايبر. زين. Short distance computer system links المسافات القصيرة كذلك local area networks. إذا هاي application مال كوكس كيبل. Application مال كوكس كيبل. اوبتيكال فايبر اوبتيكال فايبر عندي هنا مثل ما تلاحظون عندي هذا شكله هذا اوبتيكال فايبر عندنا هنا اوبتيكال فايبر هو عباره عن يعني ليف ضوئي مصنوع من معدن ماتيريال شفافي او ماتيريال يعني عادة انه هو شفافي دائما هذا بالوسط الفرن على مش شنو الاشارة تنعكس من خلال جدار مال كلادينج هذا عندي جدار هنا كلادينج يسمى هذا جدار هنا يعكس يسوي ريفليكشن للاشارة اوكي على مود تمر ولذلك احنا نسميها جايدد مثلا جايدد ميديا جايدد ميديا هو عبارة عن
يعني موجه مال الاشاره. Optical fiber, fiber optic cable is made of glass or plastic and transmits signals in the form of the light. إذا هو مصنوع من glass يعني زجاج أو plastic يعني هذا الكور هنا يعني ليش قلت لكم شفاف من material لأما من material glass أو plastic عادة أكثر أحيان هو plastic يعني اللحظة ويرسل إشارة على شكل يعني يمرر من خلال الإشارة الضوئية يمر من خلال الإشارة الضوئية طبعاً بي مالتي مود مثل شون الويف جايد يعني الويف جايد هم بي مالتي مود بما أنه إشارة هو مالتي مود يصير هاي الحالة عندنا الكيس من في حالة يعني أنه بالجايدد كيبل الجايدد كيبل مثلاً أو جايدد مثلاً أي ميديا مثلاً هنلاحظ مثلاً الإشارة من حتى النقل حسبيها واي ريفلكشن ريفلكشن وذاك حنسميه احنا حسب بها مالتي مود احنا قلنا از سو نير بيكوز مالتيبل بيمز فروم ذا لايت سورس موف ثرو ذا كور ديفرنت باث اذا بما انه الاشاره تنتقل انها ديفرنت باث وحنلاحظ هنا انا حسب بها مالتي مود زين مالتي مود عندي ستيب اندكس فايبر The density of the core remains constant from the center to edges. I have a multi-mode step index. الكثافة مال الكور اللي تبقى ثابتة من المركز من center to edges يعني من center هنا لحد ال edges هنا. عندي multi-mode graded index fiber decreases the distortion of the signal through the cable. هاي هنا الإشارة حسبية distortion ليش؟ من تنتقل إشارة مسافة كلش طويل حسبية distortion فإحنا هنا نسميها multi-mode graded index وعندي single mode use a step index fiber and highly focused source of light that limits beams to a small range of angles all close to the horizontal كل هاي الحزم حتكون يعني قريبة إلى horizontal قريبة إلى horizontal لهذا الكيبل زين طبعا هاي تحفظوها طلاب يعني أخاف تجي في التعاريف وفي شيء يعني هاي تحفظ زين المودات الموجودة هنا بالأوبتيكال فايبر هي تقريبا نفسها بال يعني ويف جايد هيكون مثلا مود بمالتي مود سينجل مود مثل ما لاحظنا مالتي مود سينجل مود والمالتي مود هو سيب اندكس و جريتد اندكس يعني هاي توزعت هنا مو انتم درستوها هنا اخذنا بس على ما تعرفون الدايجرام شلون يصير المود يعني ينقسم الى مالتي مود الى مالتي مود وسنجل مود وهذا سنجل مود وبنفس الوقت المالتي مود ينقسم الى ستيب اندكس الى ستيب اندكس الى ستيب اندكس وكذلك الجريدد اندكس الجريدد اندكس عندي هنا أنا مثل ما تلاحظون انبوت بالس اوت بالس هنا أنا ستيب اندكس مالتي مود هذا شكله اوكي والجريدد اندكس مالتي الاشاره حيكون هذا شكلها مثل ما تلاحظون وكذلك عندي سنجل مود اشاره بس مركزه بالسنتر على شكل هوريزونتال اوكي اشاره بس فحنلاحظ ان الاوتبوت هو نفسه الانبوت يعني هنا ولكن بالجريدد اندكس مالتي مود حتلاحظ الاشاره مثلا تدخل شكل وتظهر شكل اخر شوي هذا شكل تقريبا يعني والستيب اندكس مالتي مود بسبب الانعكاسات هنا حتظهر هذا من شكل الاشاره مثل ما تلاحظون هنا وهي الفروقات بين المودات يعني بالاوبتيكال فايبر. احد عنده سؤال طلاب؟ واضحه دكتور. زين. عندي هنا انا فايبر اوبتيك كيبل كونكترز، طبعا الكونكترات مال فايبر اوبتيك كلش خاصه تصير مثل ما تلاحظون يعني عندي مثلا اس سي كونكتر هذا شكله وهذا اكثر مشاع يعني هذا يعني هذا اكثر شيء موجود كومن خلينا نقول كومن بين الاجهزه يعني.
وكذلك عندنا هذا النوع الآخر يسموه ST connector يعني. وأكو نوع آخر همين الـ MTRJ connector الـ RJ connector. أوكي. هاي الأنواع المتوفرة من كونكترات مال الـ Optical Fiber. طبعا في advantages و disadvantages للأوبتيكال فايبر، اللي هو طبعا الادفانتج مالته مثل ما نعرف احنا هو higher bandwidth، طبعا هو number one بالhigher bandwidth، يعني ماكو اعلى من ماكو افضل من الأوبتيكال فايبر من ناحية الباندويث. ولذلك نشوف مثلا القارات مثلا يعني مربوطة مع بعضها عن طريق أوبتيكال فايبر عبر البحار، يعني أوبتيكال فايبر يعني ممدود بالبحار ويربط مثلا قارة أمريكا ويا أوروبا، وكذلك قارة آسيا ويا أوروبا، مربوطة كيبلات كبيرة مثلا ممدودة بالبحر بالأوشن. ولين باعتبار أنه تخيل يعني قد يشيل مكالمات على فويس على فيديوهات على كل شيء، معلومات important يعني secure information زين. طبعا ليش سيجنال اتنويشن انه هو هم من افضل شيء يعني ليش اتنويشن مالته يصير قديم. اتنويشن مالته يسال سؤال يقول زين، يسال طالب يقول مثلا السؤال ليش اتنويشن مالته ليش ما تنقي هنا انا مو مفروض قل؟ هي صح قل، ولكن بالاوبتيكال فايبر يعني ما يمد مده واحده الكيبل، لازم على شكل لازم يوصل تاب، يعني مثلا يمد مثلا مكان يعني يعني مثلا هنا هذا اوبتيكال فايبر يميت، بعدين يوصل مرحله مثلا مسافه مثلا سيميتال نقول مثلا 500 متر لحد 1 كيلو متر، يوصل مثلا هذا هنا ترانسميتر تي اكس اوكي وريسيفر. طبعا هنا بالاوبتيكال بعد ما في شيء اسمه ترانسميتر ريسيفر، احنا نسميها ترانسديوسر ترانس لا يا ترانسديوسر سوري ترانسيفر هنا عندي هنا ال تي اكس ار اكس يشتغل، يعني يدز اشاره ويستلم اشاره هنا يوصل هنا للتاب، هذا تاب هنا هذا هنا تاب يصير على شكل ريبيتر اوكي، هم يدز مسافه تقريبا يوصل 1 كيلو او اكثر، هم تاب اخر هم ريبيتر وهكذا من ريبيتر الى ريبيتر من ريبيتر الى ريبيتر. فهنلاحظ هنا الاتنويشن ما اشاره هو حيكون اقل. طبعا الحاله موجوده حتى بالتورات مثلا بالوايرلس مثلا، يعني عندي هنا ارض ايرت هنا عندي هنا الاير عندي هنا مثلا عندي تاور هنا يعني يرسل او ويف جايد هنا ويف جايد بوينت تو بوينت كونكشن، يعني اريد ادز يعني هذا هنا خلينا نقول مثلا اي اريد يتصل ويا البي اوكي، هذا التاور هنا في شنو مايكرويف هنا، فهنا شنو نحط هنا ريبيتر اوكي، ريبيتر حيكون connection ويا الـ A، وكذلك هذا هنا هم ريبيتر هم آخر هم connection ويا الريبيتر الأول، يعني مثلا ريبيتر نقول مثلا 1 هذا ريبيتر 2، وأكو ريبيتر هنا هم من آخر نقول مثلا يتصل بهذا هذا ريبيتر وهكذا لحد أن نوصل إلى الـ B. فهلاحظ ريبيتر كذلك هم موجودة هم بال الاوبتيكال فايبر الريبيترات بالتابات الموجوده هنا مثل ما لاحظ هذا الرسم زين. طلاب صار صوره واضحه دكتور؟ طبعا لاحظ انه ليس سيجنال اتنويشن اميونيتي طبعا تو الكتروماجنتيك انترفير طبعا اكيد يعني اميونيتي، ولو كو هناك تقنيات هسه حديثه يسبب يعني هم الانترفيرنس عن طريق الفوتونات وهاي، بس هذا الموضوع كلش ادفانس اتركوه. اميونيتي تو الكترومغنتيك انترفيرنس طبعا لان الموجات دائما يعني
يعني حتى الكوكسل كيبل من في هذا الشيلد ما شيلد ما يعطي 100% حصانة يعني. يعني مثلا هذا الكيبل هنا أنا. هذا الشيلد هنا أنا موجود هنا أنا. احنا ممكن مثلا الموجات دار مدارها هاي الماجنتيك فيلد هي يلغيها بس الكونستليشن مالته ما حيكون 100% لابد ان اكون هناك مجالات شارده مثلا من الكيبل فالهكر يقدر مثلا يتجسس عليه ولكن كوكسل كيبل حيكون اقل او خلينا نقول مثلا يعني محصن يعني يجوز لحد هاللحظه يعني بس اكو هناك دراسات وبحوث انه حتى الاوبتيكال فاير ممكن يتجسس عليه زين ريزيستنس تو كوروسيف ماتيريالز طبعا مقاوم الى يعني المعادن المتاكسده يعني او القابل للتاكسد عندنا مثلا تتاكسد او تتاكن يعني عندنا مثلا الكوكسل كيبل صح بيها كوبر وهاي نحاس وهاي ولكن مرور الزمن انه تتاكل تتاكسد فنشوف انه بما انه هذا بلاستيك زجاج الاوبتيكال فايبر فيكون اكثر مقاومه لهاي التفاعلات الكيميائيه لايت وطبعا يكون اخف وزن لان بلاستيك كلش اخف وزن من الكوبر كوبر النحاس او الالمنيوم هيكون مثلا اكثر وزن من البلاستيك مع الاوبتيكال فايبر greater immunity to tapping طبعا حصان جدا قويه من الى التابينج من يصير بين تاب وتاب يعني disadvantages مع هي insulation and maintenance طبعا هاي احد المساوئ مالته انه تنصيب مالته شويه صعب لان اذا كونكتر ما ربط صح هنا او في مشكله ما حتنقل اشاره شوف المشكله وين بالتابينج بالتابينج يعني مثلا تاب ويا تاب تربط مثلا تجى كوكسل كيبل واكو تاب وكوكسل كيبل ثاني من فمن اربطه مثلا اذا ربط مالتي ما صار كونكشن صح فالاشاره حتنفقد ما حتوصل اشاره فمزعج كلش بال يعني ميتنس وكذاك الصيانه يعني اذا هو بالبحر مثلا بالاوشن جوا وصار بي صار زلزال مثلا وهذا الزلزال كسر الكيبل صارت هيك حالات طبعا بالمناسبه يعني دباست والصيانه ما كان جدا غواصين دخلوا جوا وحلوا هاي المشاكل الى اخره فتقريبا ميتنس ما كان جدا صعب يوني دايركشن لايت بروفوكيشن يوني دايركشن هو طبعا انتشار مال الضوء حيكون باتجاه واحد اوكي يوني دايركشن لايت بروفوكيشن زين وكذاك مكلف كلش مكلف اذا النصب مالته او الصيانه او حتى المد مالته لان الماتيريال مالته معدن مصنوع معادن خاصه وعوازل خاصة إلى آخره بحيث يكون جدا غالي يعني حتى الكلادينج نوعيته لازم يكون فاخرة جدا على منتحمي وعلى أن نسوي ريفلكشن للإشارة أو لللايت سيجنال بدون أي مشاكل. أدينا أنا شوفوا الفروقات هنا أنا تفاجئون بها يعني أن يوتي بي يعني هذا انشلتد توست بير وعندي شلتد توست بير وعندي كوكسل كيبلز وفايبر اخذناها ثلاثه هسه هنلاحظ البانويث مال واحد اول واحد هو من 10 الى 100 ميجا بير سكند والاس تي بي هذا نلاحظ والكوكسل كيبل 10 ميجا ولكن لاحظوا طلاب من 100 ميجا لحد 1 جيجا بير سكند تلاحظون قد فرق الاوبتيكال فايبر زين ماكسيمم كيبل ماكسيمم لينث هنلاحظ 100 متر 100 متر عن 200 الى 500 متر نص يعني نص كيلو وهذا اكثر هذا 200 كيلو حد 100 كيلو وهكذا طبعا هذا كور بيتر انترفيرنس مالتر رايت هذا فيري جود از كومبير تو اني اذر كيبل كلش قوي هذا الاميونيتي مالته والانستليشن كوست طبعا هذا تشيب ما اعرف ايش هذا موست كوست تو انستول كلش او سكيورتي مالته لو 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 وهذا جبان طبعا كلش عالي مالته سكيورتي unguided media wireless unguided media transport electronic wifi without using physical connector طبعا تعرفوا انه هاي مثل واي فاي this type of the connection this type of communication is often referred to as wireless communication مثل ما تلاحظوا ان السبكترم هنا الطيف من 3 كيلو هرتز لحد 3 جيجا هرتز والراديو ويف فورم او المايكرويف هنا اند مايكرويف بالضبط هنا ترددات بالاخير
والانفراريد هنا هي بين 300 كيلو لحد 400 هي الضوئية قبل الضوئية طبعا، واللايت ويف هي من 400 تيرا هيرس لحد 900 تيرا هيرس. وايرلس ترانسميشن راديو ويفون مايكرويف انفراريد موجود عندي هنا. Radio waves are used for multicast for communication such as radio and television and paging systems. They can penetrate through the walls. يعني تستطيع أن شنو تخترق الجدران. They use omnidirectional antennas. ويستخدم شنو الأنتينات omnidirectional. يعني نقدر احنا ندرس مختلف الاتجاهات الاشاره. زين مثل ما تلاحظون هاي هنا بروج، ونلاحظ هنا المايكروويفز ار يوزد فور يونيكاست كوميونيكيشن سوتش از سيلولار تليفون ساتلايت نتوركس اند وايرلس لانس. هاير فريكونسي رينجز كانوت بينتريت وولز. اذا الترددات العاليه يعني ترددات عالية هاي بالسبكترم هنا تبدأ من المايكرويف طبعا فما فوق، ما حد هي تخترق الجدران يعني تخترق شوية، ولكن الابسربيشن مثلا هيكون جدا عالي والرفلكشن هيكون جدا عالي بها إلى آخره، فالترددات عالية لا تستطيع أن تخترق الجدران. Use direction antenna point to point light of sight point to point line of sight communication يعني line of sight يعني الأفق يعني اتصالات الأفقية يعني شلون سجلت رسمتها كمان هنا يعني يصير connection هنا يصير connection من أرض هنا line of sight connection line of sight point to point to point point to point to point لحد ما توصل. زين طبعا يستخدم directional antenna الأنتينات الموجهة. شلون سجلت لكم شو منها directional antenna يعني من انتنا الى انتنا point to point connection في direction. هذا بالنسبة للمايكروويف. هاي هنا شنو قلت لكم مايكروويف connection مايكروويف connection. زين طبعا unidirectional انتنا مثل ما تلاحظون هنا ديش انتنا والهورن انتنا هاي يسموها unidirectional antennas. اوكي زين infrared signals can be used for short range communication in a close area using line of sight propagation. اذا الانفراريد سيجنال يستخدم فقط لمسافات قصيره، شلون مثلا التلفزيون مثلا تعلقه انت بالريموت او مثلا تعلق السبليت بالريموت، هذا يستخدم انفراريد سيجنالز اكثر احيانا يستخدم انفراريد سيجنالز، وبالتالي يستخدم مسافات قصيره ولاين اوف سايت. لاين اوف سايت بروبوجيشن يعني تشوفه قدامك، يعني اذا اكو مثلا إذا أنت التلفزيون قدامك ما تشوفه وتدوس الدقمة ما حتوصل الإشارة، لازم تشوفه قدامك والريموت موجه يمه فيلا يشتغل التلفزيون أو الريسيفر أو مثلا الاير كونديشنر الاير كونديشن اللي احنا نسميه لاين أوف سايد بروبوكيشن. لحد هنا طلاب ننهي المحاضرة. أوكي لحد شابتر 6 واريد اني يعني هي الامتحان طلاب، بس امتحان بسيط سهل كلش يعني اريدكم. لا قبل ما نبدا الامتحان طلاب احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال استفسار طلاب المحاضره اليوم لما نسجل ريكوردر او الريكوردينج طفي؟ طلاب احد عنده سؤال؟ سب ريكوردينج سب ريكوردينج. زين عندي هنا أنا سهل ان شاء الله امتحان امتحان بسيط كلش يعني امتحان شنو دكتور؟
كويز، بس كويز فشي بسيط يعني. اوكي ما مبلغ دكتور، بس ما حد مبلغنا اكو كويز دكتور. مو ذاك الاسبوع امتحنا كويز عندنا ذاك الاسبوع، ما بلغت له الاسبوع ها. يا متى تمتحنون هسه؟ ما متين؟ ما متين هاي حتى الماده ما نعرفها شنو تقرا عن هاي الماده. اوكي ليش يعني ليش نخلي بس الشابتر الثالث هسه لحد احنا الاول والثاني امتحنا بهن، خليها بس الثالث وبس على شيء بهن حتى هو شو الشابتر الثالث هو سبنتينج مريم صح؟ ها يعني اي اوكي يعني بس الثالث ما راح تبنى وياه. اي يعني ال خلينا نشوف لا مو الثالث، الرابع من ويا مريم الثالث والرابع. لا دكتور خليها بس الثالث لانه هو يصير علينا والله. ثالث بس الثالث حتى يا دكتور بس الثالث. الثالث هو سبلتينج، هذا هو الثالث او الرابع. العادات السيجنال خلوها بعد الاسبوع خلينا نقول. اوكي اوكي هذا الثالث الرابع خلوه بعدين وراه مو في مشكله يعني سبلتينج وروجين. اوكي دكتور بس الثالث هسه ثبتت؟ نعم بس الثالث الشابتر الثالث ثبتنا عليه ان شاء الله. اي يعني السبنتنج الاي بي اي تقرون على الاي بي اي زين طلاب. اوكي الاي بي اي تقروها يعني اذا كان يمكن الاي بي اي هي الثالث. اي الثالث يعني الثالث انا مطيالكم او شكو بي دي اف شكو هذا اقروها زين تعلموها على ما تعرفوا شلون تحلوا السؤال. يلا خير ان شاء الله. سؤال طلاب اذا احد عنده سؤال استفسار انا حاضر، اذا ما عندكم يعني شوف بس الانترنت صار زين تلاحظون لانه ورا العشرة هي بس فتره الامتحان. اي اما هي العقليه الموجوده هسه ما شاء الله يعني يشدون الانترنت على مود والله الطلاب يمتحنون. على كل حال اذا ما عندكم سؤال طلاب يعني تقدر تاخذ راحتكم.